عظنا متى هربت من القناة؟ كيف هربت؟ المفتاح وش سالفة المفتاح مكسور؟ انا انسان سيدة ما في غير يسحيب اعرف سيدة في النهار وفي الليل ما شاء الله عليك سيدة تكسر الجدار تقولها يعني اي نبيها يا سعيد لبي يا ابو عبد سعود لبيت حاج سعود عنده قصيدة ابغى اسمعها انا منه الحمد لله الحمد لله سعود لا لا يا الربع عطنا يا استر علينا عطنا يا رجال ما هرب والله والله هذه دعابة هذه دعابة يسمونها دعابة برنامجية طبعا اخر اسبوع للامانة ما ادري اخر اسبوعين من هو؟ هذا جوالي خليت جوالك طلع لنا المستشفى قال واحد مدير الانتاج قال خذ جوالك عشان توكلنا قلت توكلنا وش السالفه قال بينا فيها مدري شنو قلت هو مرحبا والله ما سلام يا ولد شهرين وما ادري كم ما اخذت الجوال ولا شفته واخذ دارتنا اشغلتنا يوم اخذتك ما اخذته المهم واروح المستشفى يوم جيت ابو مهند الله يستر عليه قلت اسمه وجهه عادي ما في مشكله سلم على ايوه الله يمسيه عليه بالخير قال ميدي ما تكلم قاعد يوم نسى من كثر الاشغال وذا اضرب جوالي في مخباي يوم رحت الغرفه واشق لي شق صغير ومن اللي علمك الشق ابو قحطان واحط الجوال اسبوعين وهو معي شلون اصدقاء الصوت يعني قبل شوي يقول ما استلمت الجوال في القناه الا من الغلط والله انها وفي الرجال شق ومدخل الجوال ايوه وين شق 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 المعلم في الاسليب الهاي انا طالب برنامج السوق وتقول الله يبارك وجهك يا ابو عبد الله وما قصرت والحين في شق وفي جوالات وينك من الله يا ابو قحط انا اعلم ولا استحرك يا ولد انا اعلم انت توك الحين تقول كمل استلم جوال كمل يا ولد هذا بهالسبب والله لا تفضحنا والله لا افضحك ما دامك فضحوني والله لا افضحك سلموك سلمهم ما عليك يجيني يا ابو مهند بعد اسبوع قال لي قلت والله يا ابو مهند احتجته وبيشترطون الجواب يا اخي ليه وما ادري ايش قلت والله ما انا فيني عزه نفسكم اعطيه الكلام قال اوكي لا بغت ابشر سعود حنا عقل تعال عندنا هنا تعال قال عندنا. لا بغيت انا معي جوالي جوال انعطيت اياه جوال معي قال ابشر لا احتاج شيء ولا شيء الله يبيض وجهه عندي قلت اوكي ما عليه وفي الليل دقيت على اخوي قلت حاول تجيب موتري والله الليله لازم تجيب كنا بنطلع مكان ما نعلمكم اياه والله ما عاد الا المكان كانوا اللي طالعين ابراهيم اللي طلع ابراهيم متجمعين ما عاد الا المكان عطنا الو الو ناصر غامدي ناصر غامدي ناصر غامدي ناصر غامدي برنامج السوق لا لا ما قال شيء عندنا ما قال شيء لا لا بنحول المايك الى سعود سعود كمل كمل يا عم يا رجل قال 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 حمدان ابشر بساعتك انا الحين باجيبه والمفتاح تلقاه في المكان الفلاني قلت ابشر واطلع اخذ المفتاح وهم ما يدرون وارجع على المغرب كذا هو بعد العشاء منو اللي قال لك وين المفتاح؟ اخوي الجوال معي دق عليه قال جوال معك في الشق اللي قال لك عنه ايوه ايوه جاب وخذيت المفتاح يوم يعني يوم خلص البث يوم خلص البث ايه ايه يوم خلص البث ايوه خلص البث ونطلع انا وعلي سعيد يا سلام طلاق وعبد العزيز العسيري لا 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 ماني معك ماني معك وعبد المجيد المطيري ليش طلط بس علشان حسيت كذا برد عشان ما يمكن ما يسمعون علي سعيد عبد العزيز العسير يا ولد الله اكبر عليك عبد المجيد المطيري عبد السلام القحطاني الجبار نعم المخرج الموعد نعم. المنتج القناه كلها حارس الاستراحه كلهم متسابقين هذا تاخر الا نواف ما طلع لا نواف سيده قاعد يشقق هناك عشان الجوال ايوه بس اني ما اخذت الجوال خلوني اتكلم والله اسكم والله يا ولد يا ولد خرج خلوني اتكلم سولف سولف الرجال ذا تاخر ايوه صار عنده ضيف تعال تعال يا نواف خذيت المفتاح ذكر اسمي والله لبيك بسم الله الله يجعلني ما عدا الله بسم الله هاي قعد قعد سالفته قعد محلك لا طسك سالفته روح ذي الشعيب يا ولد اجلس ما ذكر اسمي الرجال ذا تاخر شوي يوم جاك عادي ايش اسمه الاعداد موجود عشان ما يعلم اي هو اجي اخذ المفتاح وابي ايش اسمه افتح الموتر ما فتح واقول بك كذا قلت خليني اعدله يا طرق تعرف اللي جانا تحطيم كنا باني ان بنروح نتمشى ومطار بنروح العيال بلدنا لين قال امير عند البحر بنروح العيال في الثمامه وبنتعشى مدري ايش وجوه المهم الا والله الاعداد معنا واحد منهم يصور المخرج منصور محمد الله يستر عليك ايوه من حاشين قلت لا والله بس احنا معنا اغراض وما ادري ايش وجينا راح تقول وجيه تفه الله العظيم قال اسمع ايش عندكم انا تبون تنحاشون قلنا تبي الحقيقه والله نبي نحاش نبي العيال وما ادري ايش طفشنا وما ادري ايش يقول
قال هو يطالع فينا، قال شوف المقطع هذا قسما بالله لو ما تنتظمون، لو ما تنتظمون ولا تأدبون من الإدارة قسما بالله أسرب في إدارة. أوف في ابتزاز. أيوة خلاص شفت كيف؟ طحنا في الأمر الواقع الحين. مو هو بابتزاز، أنت عاد كبرتها شوي. يعني إذا ما ضبطته بسلمك. إيه تهديد. تهديد. مشى اسمع. قال تبون ذا ايش تبون أنت؟ قلنا نبي البقالة ونبي. قال يلا أركب أركب وحن علينا. ونركب والله يبيض وجهه ويأشيره ويدينا البقالة كل واحد عطاه كيس ويصير خذ اقراره. ايوه يوم قدنا نازلين قال اشوف المفتاح كنت امسك الا والله انه منكسر نصي. ايوه قال عطني عطني اياه. كنت ايش تبي به؟ قال عطني اياه انا احسبه بصادري علي ولا جاء خلص البرنامج اعطاني اياه. يا ابو ذا احراس ماني محركها وما ادري ايش. قال يا محب اعطيك المفتاح لكن بروح ازينه وبجيبه بكره. قلت الله يبيض وجهك وكذا من حاشين وراح يعشينا وذا ولا علم معكم دعوه. اي قال المهم تبيعوني ولا شيء اقسم بالله لا اعطيكم. لا بيعكم. اي لا بيعكم. والله يبيض وجهه. والله لحد الان ما حد درى الزبده. لكن الزبده الزبده الناس كلها.